أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم عن تسجيل نحو 600 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا في السودان منذ الشهر الماضي. هذا العام حاليا حتى تاريخ صباح اليوم الحالات حوالي 593 حالة و28 حالة وفاة. بنتلقى تقارير على مدار الساعة بنظام ترصد فعال جدا من كل ولايات السودان. الحالات ما زالت في تزايد، تم إرسال فرق تقصي وترصد ومعرفة مواقع منها العدوى بصورة أساسية. الموية في بعض المواقع، الشرب من البرك، تم توزيع كلور بعون ومساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. من أوتاوا ينضم إلينا الدكتور سيد محمد عبد الله، نقيب أطباء السودان بكندا والناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان. أهلا وسهلا بك دكتور سيد محمد معنا في 19. بداية نريد أن نعرف خريطة انتشار هذا المرض في السودان، أين بالضبط؟ مرحبا بك وبمشاهديك وشكرا على الاستضافة. كما أعلنت وزارة الصحة بلسان وزير الصحة المكلف، فإن الحالات في تزايد. دكتور سيد محمد أنت معنا؟ الجزيرة والخرطوم والشمالية وهذا في كل المناطق التي بها فيضانات الآن للأسف تنتشر الكوليرا انتشار النار في الهشيم. وهذا لعدم اهتمام بإصحاح البيئة، حيث توجهت كل ما تبقى من ميزانية الدولة إلى آلة الحرب للأسف الشديد. ومع وجود الكم الهائل من الذين يعانون أيضا من سوء التغذية، تتعرض الحياة الآلاف خصوصا من الأطفال انعدام الأمصال وانعدام الأدوية الأساسية وانعدام طيب دكتور سيد محمد، يعني كان هناك تحذيرات حتى قبل بداية الحرب من أن انتشار الكوليرا كان متوقعا بفعل العوامل الطبيعية وليست العوامل العسكرية. ما الذي جرى لحتى أن ينتشر هذا المرض على خارطة متوسعة؟ لماذا لم يتم احتواؤه في تلك المرحلة حتى قبل بداية الحرب؟ هذا حصل أيضا قبل عام، يعني عند بداية هذه الحرب حدث نفس الشيء. وكما ذكرت، لأن كل موارد طيب نحاول الاتصال مع دكتور سيد محمد عبد الله، يبدو أن هناك مشكلة من المصدر. إذن مشاهدينا نحن نحاول النقاش لمعرفة تفاصيل أكثر حول انتشار الكوليرا في السودان وتسجيل حالات لأكثر من 600 حالة. دكتور سيد محمد هل أنت معنا مجددا؟ هل تسمعني؟ نعم. طيب دكتور، يعني كنا نسأل عن ما الذي حال دون احتواء هذا المرض حتى قبل بداية الحرب. النظام الصحي متردي للأسف وقبل بداية الحرب، وإصحاح البيئة وتوعية المواطنين وتوفير الأمصال وتوفير الأدوية اللازمة، وخصوصا عندما يتعرض الإنسان لنقص حاد في غذائه وعندما يتعرض لنقص في السوائل، كل هذا يتطلب تضافر الجهود لاحتواء هذا الشيء وللترتيب المسبق. يعني دائما قبل موسم الأمطار في كل عام في الحالات العادية يتم ردم البرك ويتم فتح المجاري حتى لا تتراكم المياه، ولكن مع هطول الأمطار الغزير هذا وتردي الوضع الصحي وإصحاح البيئة أصلاً، أدى كل ذلك إلى تراكم المياه. طيب دكتور سيد محمد، يعني قبل أن نتحدث عن المناشدات الدولية أو حتى المناشدات السودانية للمجتمع الدولي على الأقل توفير اللقاح، نريد هنا السؤال عن
الخطوات التي يجب انتهاجها اليوم في ظل هذا الظرف المتأزم؟ يعني كان هناك أصلا حديث عن سوء التعامل مع هذا المرض داخل المستشفيات السودانية كطريقة خاطئة مثلا لعزل المرضى، وبالتالي ما الذي يمكن أن ينصح به؟ الشيء الأساسي هو توعية المواطن، توعية المواطنين مع انتشار الذباب ومع وجود هذه المياه الراكدة، التوعية لاتباع الخطوات السليمة من غسل الأيدي وتجنب التلوث ومكافحة الذباب، ولكن كل هذا يعني يحتاج إلى تضافر للجهود ويحتاج إلى تركيز بدلا من التركيز على الحرب. كل هذا يحتاج الى كميه من الاموال تصرف على اصحاح البيئه. نثمن ما قامت به وزاره الصحه، ولكن يعني للاسف الشديد يعني طيب هم قالوا بانهم تواصلوا مع المجتمع الدولي لتوفير اللقاح وتحديدا مع الامم المتحده، برايك هل ستكون هناك استجابه وهل ذلك كاف اليوم بعجاله لو سمحت لي؟ نعم بالطبع تمت استجابه من منظمات الصحه العالميه، منظمه اليونيسيف، ولكن هذا لا يكفي. يعني الأمصال هي تعطي يعني شعور زائف بالأمان. الشيء المهم هو النظافة الشخصية والتروية للذين يصابون بالجفاف، وهذا عامل مهم لإنقاذ حياة الناس، أن يعطى المريض ما يكفي من السوائل سواء أشكرك. نعم كنت معنا من أوتاوا دكتور سيد محمد عبد الله نقيب أطباء السودان بكندا والناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك.